عبر الهاتف ينضم الينا دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه. دكتور اسلام اهلا بحضرتك. اذا هناك انخفاض في اعداد الاصابات والوفيات، والتقارير ايضا بتشير الى تجاوز مرحله الذروه. ايه اهم النصائح اللي حضرتك تحب توجهها للمشاهدين للمواطنين، وايضا تفسير حضرتك لانخفاض هذه الاعداد؟ اهلا وسهلا بحضرتك كل مشاهدين اكسترا نيوز. هو فعليا اللي احنا نشهده حاليا هو ان الاصابات نفسها انخفضت. احنا كنا اتكلمنا قبل كده حتى في اكسترا نيوز ان احنا بنشهد ان شاء الله تيجي الذروه في اول شهر 7. نعم. احنا الى حد ما دلوقتي حتى بثبات عدد المساحات اللي بتحصل في وزاره الصحه، فعليا احنا ملاحظين ان الاصابات نفسها قليله. حتى زمايلنا في المستشفيات عندهم الاعداد اقل. صحيح. وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي يا دكتور، يعني الاستغاثات قلت كثيرا. المؤسسات الخيريه ومنظمات المجتمع المدني بتقول انه هناك حاله من الاستقرار النسبي. ده صحيح، ده صحيح، ده احنا يعني ملاحظينه في كل المستشفيات الحمد لله. يعني نتمنى ان ده يستمر. احنا منتظرين ان حاجتين، منتظرين باذن الله ان حالات التعافي اليوميه تبقى اعلى من حالات الاصابه اليوميه. نعم. ده مهم جدا، ده معناه ان احنا كده خلاص الموجه بتخلص. الحاجه الثانيه منتظرين ان ما يحصلش لا قدر الله اي موجه ارتداديه، ما يرجعش ثاني الاصابات تعلى. هو ده حصل في 8 بلاد يعني غير مصر، فتحوا الاقتصاد وبعديها باسبوعين ثلاثه ابتدت الاصابات تعلى شويه، بس حتى لو عليت شويه هي ما بتعلاش ترجع ثاني زي الذروه، بترجع ثاني صحيح علو بسيط بعد كده تنخفض ثاني. فالحاجه اللي احنا محتاجين نقولها للناس ان احنا يعني خلاص هانت، يعني نقدر نسيطر على الوضع بالكمامات ان شاء الله. يعني احنا حاسين ان الناس ما بقتش تلبس قوي الكمامات والناس ركت الاحترازات. هي خلاص يعني الشهر ده وشهر كمان ونخلص منها على خير عشان الاصابات ما ترجعش تعلى ثاني. طيب دكتور اسلام، بما انه حضرتك بتقول هانت، يعني كمان هانت في مساله اللقاح، لانه الحقيقه انه الاخبار اللي بتيجي من اوكسفورد من بريطانيا اخبار مبشره جدا، وتم اختبار اللقاح على عدد كبير من المتطوعين، وتم التاكيد انه 90% بنسبه 90% لم يحدث لهم اي اعراض، واجسامهم كونت بالفعل اجسام مضاده، وهناك امل كبير منعقد على ما ستنتجه اوكسفورد من لقاحات. إلى أي درجة حضرتك يعني متفائل بأكسفورد وبما ستنتجه من لقاح؟ ده سؤال كويس جدا. يعني احنا طبعا احنا على مستوى العالم في 155 لقاح محتمل، وفي منهم 4 بس دخلوا المرحلة الثالثة في التجربة على البشر، منهم أكسفورد. أكسفورد هيبقى أسرعهم. أكسفورد لو في شهر 9 طلع التقرير النهائي ده هيبقى أسرع لقاح أنتج على مر التاريخ. طبعا يعني علميا احنا ما بنحبش نقول اي اراء مسبقه الا لما التقرير النهائي يطلع في 9 ونقراه ونشوف التجارب النهائيه. طبعا زي ما تفضلتي بالظبط النتائج الطالعه الاوليه بتقول ان مبشره، الاجسام مبشره، فنامل ذلك. لكن الكويس نقدر نقول للناس ان مصر تعقدت اوريدي ان في حاله نجاح اللقاح والتجارب في المرحله الثالثه ان يتم يعني توريد ملايين الجرعات لغايه 30 مليون جرعه لمصر. ده الخبر اللي ان شاء الله يعني نامل ان هو النتائج تطلع كويسه ونعرف نوردهم باذن الله. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على ما تفضلت به الدكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه.